تتجه الأنظار نحو دولة الكويت مع قرب انعقاد القمة الخليجية 38 والتي تنطلق في 5 و6 من الشهر الجاري. هذا وقد ازدانت شوارع البلاد بأعلام الدول الخليجية 6 بعدما أكملت استعداداتها لعقد القمة الخليجية. للكويت أرض المحبة والسلام، تتجه الأنظار ترقبا لعقد القمة الخليجية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في 5 و6 من الشهر الجاري. وقد ازدانت شوارع البلاد بإعلام الدول الخليجية 6 ترحيبا بقدوم قادة الدول الخليجية لعقد الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم رفع علم مجلس التعاون الخليجي على الطرق الرئيسية والجسور والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة، ما أفضى منظرا جماليا لمدينة الكويت يجسد ما يربط أبناء دول مجلس التعاون من مصير مشترك. وزارة الأعلام وهي تتألق بألوان أعلام الدول الخليجية ستسخر كافة إمكانياتها التقنية والبشرية بأرقى المستويات بهدف تسهيل وتيسير كافة الخدمات الإعلامية لرجال الإعلام والصحافة المعنيين بتغطية هذا الحدث الخليجي الكبير. ولا شك أن هذه القمة ستحظى باهتمام إعلامي كبير سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.